السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. قول لي يا ابني مين شيخ الحاره بتاعك هنا؟ لا ما عادش في شيخ حاره اليومين دول. الله، هي الحاره دي ملهاش كبير، ما فيش حد اكلمه؟ ليه الغلط ده يا حاج؟ الحاره دي كلها ناس كبار. ايوه، طب شاور لي بس على حد اتكلم معاه. الحاج فتح الله قاعد هناك على القهوه اهو هناك. ويطلع مين بقى الحاج فتح الله ده؟ ده كبير الحاره دي كلها. عز الطلب. شكرا يا ابني، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طاهر سليم زيتون، شيخ حارة سابق. أنعم وأكرم. أي خدمة يا معلم طاهر؟ الله يكرمك. أبدا، أنا جاي أسأل على واحد كان ساكن عندكم هنا في الحارة وبيته موقع يجي من 20 سنة كده. أنت بتسأل على مين بالظبط يا حاج؟ أنا بسأل على واحد فاضل محترم اسمه لطفي الجنايني. إيه؟ مين؟ لطفي الجنايني. إله يكحمه مطرح ما راح. لطفي الجنايني راجل فاضل، ده كان نصاب وحرامي ومفتري وعتال هتلة. الله 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 الله، اشجيني اشجيني يا عم فتح الله يا جميل وقول لي. أنت بتسأل عليه ليه يا حاج؟ ها؟ لا أبدا، أصل ابنه عاوز يتجوز بنتي. يبقى بترميها بإيديك في نار جهنم. حد يناسب راجل زي ده؟ يا شيخ حرام عليك. وانت بقى عرفته ازاي ولا شفته فين؟ ابدا، ما هو جاري الباب جنب الباب على طول. جارك يعني موجود في مصر؟ ايوه، هو كان مسافر في العراق ورجع بقاله كده كام شهر. ما شاء الله، رجع مصر. ده احنا زارنا الباب النهارده. هات هات شاي وصايا لعمك الحاج طاهر. لا خليه سحلب وحياة ابوك. خليه سحلب بالفندق والبندق والعين جامد. الله، بقى هو بقى سلوك في جاره. بس انا مش مصدق. طب هو عامل ايه دلوقتي واخباره ايه؟ الله، ده يا عم فتح الله، هو اللي هستفسر منك ولا انت اللي هستفسر مني؟ جاوب على اسئلتي انا الاول. لا مؤاخذه يا حاج طه، وماله؟ اتفضل اسال. لا مؤاخذه، يعني هو سلوتفي ده كان عامل معاكوا ايه هنا في الحاره؟ كان مضلمها بعيد عنك. الحاره ما شمتش نفسها الا بعد ما غار منها. صدق بالله، مفيش واحد في الحارة دي سلطفي ما عملش معاه مصيبة. ده الولية مرات أم عياله الست الأميرة الطيبة كان يمسيها بعدها ويصبحها بعدها. كان ينيم الحارة دي من المغرب، أدخن سنة فيها كان زي الأرنب. ولا أحكي لك إيه ولا إيه وجع دماغك إيه؟ ما هو تلاقيه برضه مريخ الويل والمرار. لا لا، مش معانا عم فتح الله، ما حصلش في الحارة عندنا. ده انا كان يشوفني يقف زنهار ويحط وشه في الارض. ده يبقى اكيد السفر هاد. ده كان لا يطاق. يا ساتر، اعوذ بالله عليه وعلى عمايله. لا عم فتح الله، احنا عندنا في الحارة الوضع مختلف تماما، احنا مسيطرين على الموقف. تحب تيجي تشوف؟ يا ريت. هو عنوان حارتكم ايه؟ لا احنا جنبكم هنا في الدراسة، 5 حارة المحروسة. طب انا هعمل تليفون على ما يجيلك السحلب وتشربه ونتكل على الله. شكرا يا عم فتح الله. الشيشه على. الو، خليل موجود؟ خليل مهران. طيب اخوك جل الله موجود؟ مين اللي معايا؟ طب وحياه ابوك، لما تشوفهم بلغهم الرساله دي، قول لهم ايه؟ ان عمكم فتح الله عطر في لطفي الجنايني. يا خليل، يا جد الله. خير يا بيومي. الحاج فتح الله اتصل وساب لكم رساله. رساله؟ فيها ايه دي؟ بيقول لكم لطفي الجنايني ظهر. ظهر؟ فين؟ ملانا عنوانه اهو. والله جه يومك يا لطفي يا جنايني. اقرا الفتحة لابوك يا جد الله.